واحدة من أجمل عمليات نقل السلاح أستطيع اليوم أن أكشف لك عنها، غير الكارين أي التي حملت لأبو عمار يومها، لا لحماس ولا للجهاد، وكان أبو عمار قد طلب تسلحا قويا، لأنه لمعلوماتك كان كل سفرة يسافر فيها ويعود إلى الأرض المحتلة ينقل بسيارته وينقل مع حرسه قليل من السلاح، ولكن هذا ما بيعمل حماية حقيقية. فجاءت باخرة من عندهم إلى إيران وحملت، وهي الكارين إير التي كشف عنها. ليلتها في التحميل كان الشهيد قاسم سليماني والحاج عماد مغنيه يقفون على سنسول المرفأ ويشرفون على التعبئة بأنفسهم. كشفت وطورت عملية النقل بطرق متعددة بحيث أنه لم يعد يكشفها العدو، ودخلت كميات كبيرة من الأسلحة. واحدة من أجمل هذه العمليات كانت جرت أمام أعين العالم كله، أمام كاميرات العدو الصهيوني كله، وأمام الجيش المصري ومخابرات الجيش المصري وأعين الإعلام الدولي كله. كيف جرت؟ حصل أن هناك تخزين كبير حصل في العريش ومنطقة سيناء بعد وصول كميات كبيرة، وكان إدخالها إلى غزة عن طريق الأنفاق سيحتاج إلى يعني زمن طويل، وهم في عجلة لأن في توقعات على أن هناك هجوم. كلنا نذكر اليوم عندما جاع بين قوسين الشعب الغزاوي واقتحم الحدود المصرية ودخل إلى العريش لكي يحصل على أكل وبطانيات ومعدات، ودخلت الحافلات والكميونات من سيناء إلى غزة أمام أعين الجميع، ولم تكن تحمل فقط الغذاء ولا البطانيات، كانت مليئة بالصواريخ وكانت مليئة بالأسلحة. وهذه من عظمة أفكار الحاج عماد مغنيه بالاتفاق مع الشهيد قاسم سليماني،